السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم الطريقه ديال الفصاله ديال الثوب الملحف، اللي كما كتعرفوا دابا الصيف هو اللي كيطلق لنا هذا الصيف هذا، كيكون برد وزوين، كلشي كيعرف الثوب ديال الملحف، وبزاف الاخوات ما كيعرفوش يفصلوه، كيجيهم شويه صعيب. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم الطريقه اللي سهله ومبسطه كما عودتكم في القناه ديالي، الطرق دائما مبسطه وسهله، واي مبتدئه تقدر ان شاء الله تفصلها وتخرج منها جوج ديال البيجامات اولا جوج ديال القندورات ديال الدار. كناخذوا الثوب ديالنا ديال الملحف من بعد ما كنكونوا فزقناه في الماء ونشفناه عاده باش كنفصلوه. كان اللي كتعرفوا انه كيكون فيه جوج، كتكون فيه 4 متر و20 اولا 4 متر و25 حتى 30 هكاك. كنحاولوا نطويوه على جوج، كنطويو الثوب ديالنا على جوج. غنوريكم في الورقه باش شي ورقه هكا باش تفهموا مزيان. مثلا الثوب ديالنا هذا الطول ديالو كيكون هذا الطول ديالو، وهنايا العرض. كتشدوا هذا الطول هذا كامل كطويوه على جوج وكتقطعوا، كل نص كيخرج لينا بيجامه اولا قندوره كنقسموه على جوج، نقسموه هكا على جوج، نقسمو ونرجع معاكم. ها انتم هنايا من بعد ما كطويوه هكا على جوج، كطويوه بالطول ديالو هكا على جوج، صافي كتجيو هنايا للطويه كتقطعوا من هنا باش كيتقسم ليكم على جوج. هانتوما هنايا من بعد ما قسمتو على جوج، غادي نعاود ثاني كنطويوه هكا، كنطويه على جوج، كنطويه هكا على جوج، وغادي ناخذ هنايا، حاولوا تقادوه باش ما يجيكمش المراجل. كتاخذوا هنايا الجلال، شحال غادي ديروا في الجلال؟ كتاخذوا 40 سنتيم اولا 42 سنتيم في هاد الطويه. هانتوما هاد البلاصه راه هي اللي محلوله، شفتوا كتاخذوا فيها 40 سنتيم اولا، قلت لكم ناخذ انا 41 سنتيم اللي غندير في الجلال. شدها مزيان، ها هي 41، وغادي نطويها هكا ولا شوفوا واش كيبان لكم. هانتوما ملي كناخد 41 سنتيم في هاد البلاصه المحلوله، في البلاصه المحلوله كناخدو 41 سنتيم، ونعاود نطوي بحال كنطوي الثوب على 4، نعاود في هاد البلاصه هادي نطوي على 4، نخليو الجهه المسدوده من الجهه الاخرى. هانتوما كيجينا الثوب بهذا الشكل هذا، هانتوما كتجينا هاد البلاصه هادي مسدوده، هادي هي اللي غنفصلو فيها الكمام، وهاد البلاصه اللي طويناها على 4 هي اللي كنفصلو فيها، من هنا كنفصلو القندوره ديالنا الامام والخلف ديالها، كنفصلو الامام والخلف هنا، وهنا اللي كيبقى هنايا مسدود هو اللي كنديرو منه الاكمام. غادي نقاد الثوب انا مزيان هكا، نسرحو نقادو مزيان باش ما يجينيش مطوي من شي بلاصه، نحاول نعبروه كامل فيه 40 سنتيم 41 41 باش ما يجيناش يكون هكا مديكالي ولا تجينا البيجامه ديالنا عوجه ولا شي حاجه. ونرجع معكم. صافي هنايا من بعد ما طويت الثوب، هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طويتو هنايا اللي مطوي على 4، هانتوما هنا راه مطوي على 4، وهاد الجهه هادي مطويه على جوج، هي فين قلت لكم غادي نديرو الاكمام، هنا غادي نفصلو الامام والخلف. كما قلت لكم راه غادي نشارك معكم طريقه الفصاله ديال البيجامات بجوج اولا القندورات بجوج اللي غنخرج من هاد الملحفه هادي، غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير راه غادي تفهموا ان شاء الله. راه كما قلت لكم طريقه اللي سهله، وهنايا راه غادي ندير واحد الكول اللي مختلف على واحد الموديل اللي زوين حتى هو ومختلف، ان شاء الله ساهل حتى هو غادي يجيكم. صافي هنا غادي نحط القياسات، غادي نحطوا القياس ديال الكتاف، كنحطوا دائما بالربع، عندي هنايا 23 زائد سنتيم ديال الخياطه، دائما كنزيدوا سنتيم ديال الخياطه. واحد النقطه ما قلتهاش لكم، ان ملي كتحطوا هاد ملي كطويو الثوب على هاد الجهه هكا كتحاولوا تعبروا هنا
وهنا كتمو غادي معاه كامل كتعبروه وكتشوفوا واش كله عنده نفس القياس، باش ما تجيكمش تمايا فيها 39 اولا 37 وهنا فيه 41، خاصك تشوفوه كامل واش فيه كله 41 هذه الجهه هذه تكون كامله عندها نفس القياس. كما قلت لكم هنايا حطينا 22 ديال الكتاف زائد سنتيم ديال الخياطه هي 23، غنحيدوا منها 8 سنتيم ديال الدوره العلق ديال الخلف، وكنهبطوا بجوج سنتيم في الدوره العلق ديال الخلف. ديرها سهله ولفناها دائما كنديروها ديال الدوره العلق ديال الخلف. الكتاف كنهبطوا ب 3 سنتيم باش كنطيحوا الكتف وكنلاقيو هاد النقط. صافي غناخذ هذيك 22 ديال الكتاف هي باش غنهبط باش نحط الصدر، هي اللي غادي نهبط بها باش نحط الصدر. عندي في الصدر 29 سنتيم دائما زائد سنتيم الخياطه، دائما كنزيدو سنتيم ديال الخياطه. دائما كنزيدو سنتيم ديال الخياطه. عاوتاني هذيك 22 هي باش غادي نهبط غادي نحط الصدر الحزام، عفوا غنهبط نحط بها الحزام. الحزام كندخلو بسنتيم اولا جوج الا بغينا الايفازي مزيان، كندخلو بجوج سنتيم على الصدر. القياس اللي عندنا في الصدر كندخلو بسنتيم اولا جوج باش كنديرو الايفازي. وهنايا هبطنا ب 22، هذه راه قاعده كنهبطو ب 22 كنحطو الصدر، قاعده كنهبطو ثاني ب 22 نفس القياس كنحطو الحزام. وهنا كنقصو جوج سنتيم، كنهبطو دابا غير ب 20 سنتيم باش كنحطو الحوض. هبطو ب 20 سنتيم باش نحط القياس ديال الحوض. باش غادي نحط القياس ديال الحوض. بالنسبه للحوض فعندي فيه 33، غير سمحوا لي البنات راه عندي السيبوره اللي كنحط فيها التليفون باش كنصور تهرسات ليا، راه مره كطيح ليا هذا باش كنعاود نقاد، غير سمحوا لي وصافي. هنايا عندي كما قلت لكم الحوض فيه 32 زائد سنتيم هي 33، دائما زيدوا سنتيم ديال الخياطه. صافي غادي نرجع دابا باش نصايب التركيز. هنا بالنسبه للتركيز فاش كما شفتوا معايا درنا الدوره ديال العنق ديال الخلف، هبطنا الكتف ب 3 سنتيم، غادي نهبطو ب 11 سنتيم من هاد النقطه اللي هبطنا فيها ب 3 سنتيم، غادي نهبطو ب 11 سنتيم قاعده اننا كنهبطو ب 11 سنتيم وكندخلو بجوج سنتيم حتى هي قاعده. وهاد النقطه ديال الصدر كنهبطو منها بجوج سنتيم حتى هي قاعده باش ما كيجيناش الكم، كيجينا مشنق هكا من الظهر نتمنى تكونوا فهمتوني، كيجينا مشنق كتجينا مجبده اليد ديالنا هكا اللور، دائما كنهبطو هنا بجوج ديال السنتيم قاعده هذه حتى هي. الا ما هبطوش بها كيجيكم الكم ديالكم مشنق اولا ما كتجيش مرتاحه اللبسه ديالكم مزيان في الكمام ديالها. وغادي نلاقيو هاد النقاط هادو، هنا كنلاقيو هاد النقطه مع هادي، كيمكن لكم ديروها غير بالسنتيم اولا ديروا البيروكي هكا باش ديروا الدوره ديال التركيز. الا ما عندكمش حاولوا ديروا هذيك الدائره هكا عندكم، ها هو ديروا غير ماشي تدخلوه ثاني هكا بزاف، ها هو في النص ديالو ديروا واحد النقطه على المو باش دائما يجيكم الدوره ديال التركيز مزيانه. هكا صافي هانتوما نتمنى تكون كتبان لكم، ها هي الدوره. صافي كنجيو كنلاقيو هنا كنجيبو هذا باش كنديرو ديك الايفازي، كنلاقيو هاد النقط اللي حطينا ديال الحزام ديال الصدر مع بعضياتهم. هكا غنلاقي ثاني هاد النقطة مع النقطة ديال الحزام، شوفوا واش كيبان لكم بعدا. صافي هاد النقطة ديال الحزام غنحاول نلاقيها حتى هي مع النقطة ديال الحوض.
صافي. ومن هذه النقطه ديال الحوض كنحاولوا نخرجوا الخط حتى لعند جلال، كنخليو جلال كامل كما درنا فيه 41. صافي كنجي لهاد النقطه هذه ديال الحزام كنحاول نكملها حتى للاخر كما قلت لكم حتى للجلال. حاولوا تخليو لتحت تخليو الجلال كامل، تبقاو غادي بالخط مائل حتى تخليو الجلال كامل اللي عندكم، وتاخذوا الطول ديالكم كامل وتقطعوا الا كنتوا غتنقصوا منه في الطول. نقصوا منه خليوا 8 سنتيم ديال اللغلي اولا الاطفاء اولا اللي بغيتوا ديروا باش التكفيفه، تخليوا ضروري التكفيفه اللي غتكفوا لتحت. صافي دابا غادي نبداو نقطعوا من الدوره ديال العنق من الكتاف من التركيز ونهبطوا حتى الجلال. دابا غادي نحيدو الخلف نخليو الامام باش غادي نديرو هذوك العلق ديال الامام كما قلت لكم واحد الشكل اللي مختلف وكيجي زوين. بالنسبه للدوره ديال الامام كما قلت لكم واحد الشكل اللي مختلف غادي نهبطو ب 10 سنتيم ندخلو معها هذيك الجوج اللي هبطنا في الخلف، يعني 8 سنتيم داخله معها هذيك الجوج لان ناقصه جوج هنايا. غادي ندخل نهبطو ب 10 سنتيم كما قلت لكم داخله معها جوج يعني 8 سنتيم هي 10 سنتيم، وغادي نهبط عاوتاني ب 4 سنتيم نهبط ب 4 سنتيم. غادي نجي هنايا نيشان غنحاول ناخذ هذيك 8 سنتيم غادي نهبط فيها نيشان كما قلت لكم هنايا كنهبطوا ب 10 سنتيم كندخلوا ب 8 ومن هذه النقطه لهذه كنحاولوا نسطروا نيشان هكا بحال كيجينا مثلث. حاولوا هنايا ديروا مسطره باش يجيكم العلق ديالكم مقاد، وهنا كذلك عاوتاني ديروا مسطره باش يجيكم هذه الدوره هذه تجيكم مقاده، هذا الشكل ديال العلق تجيكم مقاده. صافي بسم الله غادي نقطعوا. هانتوما شفتوا كيفاش كيجينا الكون، كيجينا بهذا الشكل هذا واحد الشكل اللي مختلف على الاشكال اللي كنديرو ديما. قلت علاش لا ما نشاركوش معكم، غادي ندير ليه الدونتيل غنشارك معكم حتى الطريقه ديال الخياطه ان شاء الله. ندوزو دابا باش نفصلوا الاكمام. صافي هنايا بالنسبه للطرف اللي بقى لينا من هذه الجهه اللي كان هكا مطوي على جوج هو اللي كان طويه عاوتاني هكا على 4 كتكون هذه الجهه مسدوده. راه شفتوا معايا فصلنا الجهه اللي هنايا وبقى هنا عندنا مسدود هو فين كنفصلوا الكمام. صافي هنايا بعد ما طويت الثوب هانتوما كتشوفوا طويته على 4، ها الجهه الاولى مطويه على 2 والجهه الثانيه هزيت هنايا هاد الجهه ديال رميتها على هادي. دابا غادي نحطوا الطول ديال الكمام ديالنا، عندي 53 هو هذا الطول، وغادي نحطوا التركيز. التركيز دائما كنقول لكم هي ديك الدوره ديال التركيز، هي ديك الدوره اللي قطعنا في الهبطه ما بين الصدر والكتف، هو هذاك التركيز كتحاولوا تعبروه بلا نوريه لكم. ها انتما هو هذا التركيز، هاد الدوره هادي هي التركيز كتعبروها بالسنتيم هكا بهذه الطريقه هادي كتبقاو بحال هكا كتعبروها شحال ما جات فيكم جات عندكم هي اللي كتحطوها هنايا. صافي كنحط هنايا العبار اللي عندي في التركيز، هو كيجينا نيت على قد المسافه اللي بقات لينا، وكندخلو ب 10 سنتيم قاعده 10 سنتيم، وكناخذوا هذه المسافه هذه كنحاولوا نقسموها على 2 27 نقسموها على 2 كتهزوا هكا السنتيم ديالكم كتعطيكم هنا النص كتعلموه هكا
كتعاودوا ثاني تقسموها على جوج. بنفس الطريقه كتقسموا الجهه الاخرى حتى هي كتقسموها على جوج، يعني كتقسموا هذه المسافه هذه على 4، على هذه المسافه من هذه النقطه حتى لهذه النقطه كتقسم على 4. هنا كتخرجوا بسنتيم، فهاد النقطه هذه كتحاولوا تخرجوا بسنتيم، كتخرجوا لهاد الجهه يعني خارج لكم بسنتيم، فهاد النقطه هذه كتدخلوا بسنتيم صافي، كتلاقيوهم بايدكم اولا كديروا داك البيروكي، تحاولوا هكا غير بايدكم راه ساهله، نحاولوا نمشيو نلاقيو هاد النقط، ها انتما كتمشيو هاد النقط عندكم، ردوا البال على التوب باش ما يتراجعش ليكم. وغادي نجي لهنايا نحط الدوره ديال الكم، بالنسبه للدوره ديال الكم عندي فيها 16، دائما نزيدو سنتيم ديال الخياطه، وكنحاولوا هنايا ما بين هذه النقطه وهذه كنقسموها حتى هي على جوج، الا بغيتوا ديروا الكم ديالكم حتى هو يكون ايفازي قسموها على جوج، وكتدخلوا بجوج ديال السنتيم صافي، وكتسطروا صافي هكا كتسطروا. كتلاقيو هاد النقطة مع هادي، وهادي كتلاقى مع راسلكم، وهاد النقطة هادي كتلاقى مع راسلكم، باش ما كيجيكمش هكا الكم ديالكم كيكون عريض بزاف، كتدخلوا ديك جوج سنتيم شويه كتقادو، كيجيش الكم هكا عريض بزاف من هنايا صافي. ودابا غادي نقطعو، صافي هنايا كنجيبو دوك الطريفات ديال الثوب اللي كيبقاو لينا، ها انتما هنايا طويتو على جوج، هاد الجهه هادي مسدوده باش كنديرو التبطين، دائما راه فايت لي شاركتو معاكم طريقة باش كديرو التبطين، التبطين ديال الخلف والتبطين ديال الأمام. صافي كيجينا هذا هو التبطين، كناخذوا ليه ثاني هنايا 5 ديال السنتيم، 5 ديال السنتيم هكا كندورو بها، وكنقطعو بنفس الشيء، غادي ندير التبطين ديال الخلف حتى هو صافي. هنايا من بعد ما ساليت كما شفتوا معايا الفصاله، راه درت معكم طريقه سهله، اللي ما فهمت شي حاجه تخلي لي في التعاليق ان شاء الله نعاود نشرح لكم اللي ما فهمت شي حاجه، ونتمنى ان شاء الله يكون كل شيء واضح وكل شيء مفهوم، وتفصلوها حتى نتوما علاش لا بصحه وراحه. ما تنساوش تابوناو في القناه الا كنتو اول مره كتشاهدوها، ما تنساوش ليا اللايك وبارطاجيو مع الناس اللي مهتمين بالخياطه، وكما قلت لكم راه النص الاخر ديال هذا الملحف هذا غنشاركو معكم حتى هو في الفصاله ديالو في الخياطه ديالو، وهذا حتى هو غادي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال الخياطه ديال هذا العلق هذا اللي غندير ليه الدونتيل. شكرا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، ما تنساوش اللايك.